مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، أيها الحفل الكريم، هكذا انطلق على بركة الله وحفظه وتوفيقه منافسات وتحديات الشوط الحادي عشر في المجموع، وهو يحمل تنافس البكار في هذه المشاركة. أعلنت انطلاقة هذا الشوط ونتابع المقدمة والمركز الأول، من يسيطر على مقدمة هذا الشوط بهذا الحضور الجميل على المقدمة والصدارة. هناك على المركز الأول ذيبة لسعادة مطار بن علي بن عبد الله بن هويد الاكتبي، المركز الثاني القدوم والمشاركة في هذه اللحظات القادمة، هناك غمرة لخميس بن راشد بن حبلان الاكتبي يصل على مستوى المركز الثاني، وفي ثالث المراكز المركز الثالث، هناك من الجانب الآخر الحضور والتقدم مع تذكار لسعيد بن محمد الكليل العامري يتقدم على موقع المركز الثالث، وفي المركز الرابع هذه القادمة الشهنية لعبد الله بن حمد الحميد الخاصوني الاختبي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الوصول والحضور على خامس المراكز في هذه الانطلاقة، من تصل مع المركز الخامس في هذا التحدي وهذا الحضور الجميل على مستوى المركز الخامس في هذه الانطلاقة. هناك القادمة ذيبة لسعادة مطر بن علي بن هويد الاكتبي على مستوى المركز الخامس، وفي سادس المراكز الحاملة هناك الرقم 38 هنا غير موجود في كشف الأسماء. المركز السابع نتحول إلى وجود وحضور الشهنية لسيف بن عبد الله بن علي بن سيف الزحمي القادم على المركز السابع، وفي ثامن المراكز هناك التقدم والانطلاق مع وطحة لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن شميل الاكتبي القادم على مستوى المركز الثامن في هذه التحديات والانطلاقة الكبيرة بحضور هذه الأسماء. انتهينا من النداء الأول في هذا الانطلاق ونعود إلى الصدارة، إلى البداية، ومن تقدمت هنا مع الصدارة ومقدمة هذا الشوط في هذا الحضور الجميل تذكار مع المركز الأول، تنضم مع البداية الأولى مع شعار الكليلي سعيد بن محمد الكليلي العامري يتقدم في صدارة هذا الشوط بعبور وانطلاقة هذا الشعار على المركز الأول بتحديات تذكار على الصدارة والبداية. ولكن شعار بن شميل قادم من الطرف الآخر من خلال وصول وطعة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن شميل الاكتبي القادم مع هذا الشوط، وغيرت هنا غمرة إلى الصدارة، إلى الصدارة وإلى المركز الأول مع البداية الأولى لخميس بن راشد بن عبلان الاكتبي على مقدمة هذا الشوط المركز الثالث. هذه الحاضرة مشاهدينا الكرام مشاير لعلي بن سالم الخاصوني الاكتبي مع المركز الثالث، وفي المركز الرابع تتحرك الآن الشاهنية مع شعار باللاحج. وصل شعار باللاحج سالم بن محمد بن سالم باللاحج الاكتبية يتقدم مع المركز الرابع المركز الخامس. هذه الحاضرة مشاهدينا الكرام بدأ التغيير في هذه الانطلاقة مع شواهين لسعيد بن راشد بن سالم بالعيض بالاكتبية، ولكن بنرجع إلى الصدارة، بنتابع المقدمة والمركز الأول وضحا انطلقت على البداية الأولى، هناك لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن شميل الاكتبي على مقدمة هذا الشوط، وبدون أوامر بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظات تذكر لانطلاقة وضحة المسيطرة مع المقدمة والبداية الأولى واللحظات الأخيرة. شوف هذا الانطلاق مع المركز الأول، غيرت الآن الشاهنية لسالم بن محمد بن سالم باللاحج الاكتبي ينتزع المركز الأول هنا مع أداء الشاهنية
محققة ناموسية. هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة في هذا التحدي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام. إلى مالك الشاهنية لسالم بن محمد بن سالم بن لاحج الاكتبي، المركز الثاني وصلت وضعه لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن شبي الاكتبي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث كان الحضور مع شوائي لسعيد بن راشد بن عيض بن الاكتبي في المركز الثالث وفي رابع المراكز حضرت هناك مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق اللي قيمة لمطر بن مبارك بن سيف الاكتبي. والتوقيت الزمني 4:52 30 جزءا من الثانية، التوقيت المتسجل مع الشاهنية لسالم بن محمد بن سالم بن لاحج الاكتبي. تهانينا والناموس.